ونرجع سوا من بعد هالبريك لحتى نتابع فقراتنا اليوم بعالم الصباح. محطتنا التالية مع السينما، عنا كتير تفاصيل وعنا ضيوف كمان مع غيدة. صباح الخير غيدة. صباح الخير غادة، وصباح الخير لكل المشاهدين. واليوم كمان معايدة بمناسبة عيد الغطاس، أكيد إن شاء الله بينعاد على الجميع، وإن شاء الله بتضل أيام كلها بتكون هيك أعياد وبتكون دايما فيها فرحة. وأهم شيء يا رب دايما نفكر أنه الصحة الصحة الصحة، الخير والسلام وجمعة العائلة. اليوم معي صديقة عزيزة وهي أيضا ممثلة، استضفتها بحلقات سابقة لأنه اسم الله عليها دايما عم بيكون في عندها أعمال سينمائية جيدة بصالات السينما، وأيضا أعمال درامية من وقت للتاني. انما هالمره رح نحكي عن فيلمين، واحد منهم رح ينزل قريبا وواحد تاني رح ينزل ان شاء الله مع نهايه العام 2016. دارين حمزه صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا اليوم. مبسوطه بعالم الصباح، يعني هيك نشيطين دايما بتكونوا، مفيقه على صوتكم. فكمان كمان اكيد بدنا نقول ميري كريسمس للارمن اليوم. ودايما بحس حالي بالبيت لما اجي لهون. اهلا وسهلا فيك. اليوم رح نبدا مع فيلمك الاخير اللي تم الانتهاء منه، واللي بلش اسم الله كمان ينتقل من مهرجان للثاني، وان شاء الله قريبا رح يكون اول فيلم بيروح على ساندانس فيلم فيستيفال. مظبوط. الفيلم هو بالحلال، وهالفيلم هو مثل ما دايما دارين بتطرق لمواضيع جريئه، كمان بيحكي عن موضوع جريء جدا. رح اعطيكي انت الكلام لحتى تخبري اكثر عنه، لانه بيحكي عن موضوع الشريعه والحلال والحرام. ايه والحرام. فتنا يعني هيك بالعرض دغري. اول شيء كثير مبسوطه فخوره انه اول فيلم لبناني بروح على سان دانس، لانه فيلم يعني فيلم فيستيفال سان دانس هو نخبه النخبه بامريكا اذا بدك، فكثير مبسوطين انه اخذوه. المخرج اكيد اسد فولتكار، كمان عودنا على مواضيع جريئه ويعني هيك بتفوت على القلب مثل لما حكيت مريم. صحيح. فيلم القديم، فهيدا الفيلم كمان اكيد ناطرين نشوفه. كل جماهير اسد وكل الناس اللي بتحبه بتعرف انه دائما بيكتب شيء دسم يعني. فبالحلال بيحكي عن ثلاثه كوبلات، وهول الكوبلات اسلام، وكيف المرأة بهيدي الزواج أو هيدي العلاقة بتحل مشاكلها بطريقة ذكية بس عبر الحلال والحرام. وبنكتشف كمان شو هي الأشياء الضغوطات اللي بتجي من المجتمع على المرأة، حتى على الرجل كمان. وإذا بدك كمان بتتطرق أنه شو الحلال والحرام، يعني أنه شو بيصير إذا المسلم طلق ثلاث مرات، هل في رد مرته هلا هل. وهي طريفة المواقف بالفيلم، ف نفس الوقت بتبكيك بنفس الوقت بتضحكك، ففي ميكستشر كثير حلو. هيدا اللي هيك صحيح، وهيدا الاساسي لانه هيك بتوصل اكثر للناس، لانه مثل ما قلت يعني موضوع كل الناس عايشين فيه، ودائما واحد اوقات بغض نظر يمكن عنه. انما بالفتره الاخيره للاسف الشديد الموضوع عن الشريعه والاسلام عم بيكون كثير عم ياخذ طابع متطرف، وهذا الشيء اللي انتم عم تركزوا عليه لحتى تثبتوا فعلا. مزبوط. صحيح انه الاسلام هو دين محبه، دين تعايش، دين المراه فيها كمان تقدر تبسط سلطتها وتكون هي موجوده فعلا، لانه هي حلول. جزء اساسي. صح، يعني انا بالفيلم اخذ دور اذا بدك السر الزواج السري اللي هو عرفي او مسيار او متعه، كل حدا بسميه شيء. هيدا حل للمراه. انا اكتشفت بالفيلم انه هو كان لما سالت يعني انه ليه بصير هيك، قال لما كان في فترات حروب يموت كثير رجال ويكونوا مجوزين جديد، يعني يكون عمرهم 13 و15 و18 بعزه بتصير ارمله فجاه. يكونوا رجال مجوزين اربعه ما بقى فيهم يتجوزوا، طب شو بصير فيها هاي المراه؟ فاذا هيدي كانت حل للمراه مش للرجل. فقد ايه كانوا يعني عاملين حلول لكل المواضيع. انا حسيت لو واحد بده يرجع الى هيدي التفاصيل، بس اليوم كلها هيك بتقلب الدنيا سياسه وتطرف وحاله. صحيح صحيح. بيرجع على الامور اللي هي تتسيسر مثل ما بيقولوا حياة الناس. بس حلو كتير الفيلم. أنا بحس رح ينجح كتير لأنه فايت على بيوت، على أسرار، على يعني بتشوف المحجبة كيف عايشة بحياتها، بتكتشف أنه يعني أشياء كتير ما بتخطر على بالك. وحقيقي هذا الحلو، لأنه نحن بحاجة لسينما حقيقية تحكي عن مواضيع اجتماعية حقيقية. مزبوط. والفيلم بدنا نرجع نقول أنه هو كتابة وإخراج أسد فولتكار اللي عرفنا على أفلام عديدة مهمة جدا كمان، وأيضا بطولة دارين حمزة، بطولة رودريك سليمان الصديق كمان الممثل، وأيضا علي السموري زميلنا بالتلفزيون مستقبل واللي هو مخرج كمان عنا بالتلفزيون وممثل أيضا بشكل مستمر، أيضا بيرنا مكرزل
هند خضرة وأحسين مقدم كثير، يعني حسين مقدم صحيح كمان بالفيلم. نحن ثلاث كوبلات، فكل قصة فيها كوبل. خلينا نشوف تريلر الفيلم ومنتابع. بتعرفي كيف بجيبوا الاولاد؟ في دوده اسمها علاقه، دوده بتمشي بتجي اساسا من الرجل، بتضلها تمشي 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 لحتى توصل عند الستر. يعني البابا في عنده دود؟ بدي وحده ارجع احكي معها عن الحب والزهره. دق دق انا وصلت. انا مجوز وعندي اولاد، بس انت ما تواخذيني بهالكلمه مره مطلقه، خطر الناس تشوفنا مع بعض. من اول ما تجوزنا ما قضينا نهار مثل الخرق. عجار؟ مدري ليش؟ بختار واحد اضرب. هي صعبة شوية اول كم سنة بس بعدين يعني بصير اضرب. شو رأيك نجيب بعد مرة تانية؟ انت بحق لك بأربعة. اما تفتشي له على عروسه هالقد معجبة فيه. يا اختي ما عاد قادرة. بلا نخاف. الدين مش لعبة هتلعب فيه مثل ما بدك. هي اصلا ما بقى فيك تعيدها، ما بقى فيك ترجعها. وحدة بتحب تتجوز واحد يحترمها ويحبها. حيشي مع رجال وعم تظهري معه بس بالحلال. شو حلو الانسان يكون عنده مرة. انا ما رح اتجوز كرمال صار هالغلطة انت عملتها. هذا الشرع ونحن مش حنعمل شيء مخالف للدين. يلا بتعرفي كيف بجيبوا الاولاد؟ كان دائما وافق على كلامك. ايه لانه انا دائما معي حق. الفيلم في جرأة كمان أكيد عم بيتطرق لها بخلال كل المواضيع اللي بيحكي عنها، وأيضا في مشاركة للممثلة الكبيرة ختام اللحام. مهرجانات عديدة عم بيبلش يزورها الفيلم، خلينا نعددهم شوي. كمان دليل لحتى نعرف الناس قديش فعلا عم بيكون في اهتمام بالفيلم اللبناني بالخارج. هلا الحمد لله، هو لأنه كمان انتاج مشترك بين الالمان ريزر فيلم وصباح اللبناني وجينجر برودكشن، فكتير الناس اشتغلت عليه وكان محظوظ انه راح على ساندانس، لانه ولا فيلم لبناني بعد لهلا اخذوه ساندانس. ما في محظوظ يعني انه لانه لو ما فيلم حلو ما في. صحيح. مش حظ هي القصه، هو اوقات يعني هلا في كثير افلام لبنانيه واحد بده يلاحق متابعه كمان. ايه بس في كثير افلام لبنانيه كانت حلوه وما فاتت على ساندانس، فيعني انا بعطي شويه بوش للحظ لانه we're lucky يعني، لانه كثير بيكون في كومبيتيشن ضخمه جايين من كل العالم يعني يشتركوا بساندانس. كمان هو اللي اسسه كمان وقتها الممثل الكبير روبرت ريدفورد وقتها لهالمهرجان الكبير. انا رايحه 21 شهر ناطره روبرت بس انا عارفه انه بصوت ليك سيتي انا عملت هيك ريسيرش على المنطقه بتعقد يعني وين تحت حد نيفادا يوتا هي هيك كلها جبال ثلج. معقول ما ترجعي يعني من هونيك؟ معقول ما ترجعي؟ يمكن لا بدها ترجع عندها بعدين اعمال كمان دراميه كمان ماضي كونترايات افلام. ناتس الفيلم الثاني اللي هلا انتهيته من تصويره انما بعده بطور المونتاج كمان بيحكي قصه مختلفه كليا كليا كليا. بس لحتى اقول انه كنا كمان دبي فيلم فيستيفال. صحيح. ورايحين كمان على روتردام اللي هي بهولند حد امستردام كمان فيلم فيستيفال. هلا ناتس قصه ثانيه كليا. ناتس مجنون كثير مجنون. كان المخرج فرنساوي هنري برجيز وانا كنت منتجه فيه وبنفس الوقت بطوله مع طارق سكياس ليزر فيلم. وهو الفيلم كليا مختلف عن بالحلال عن البوكر. عالم البوكر وفي كثير نسوان بتلعب بوكر، هالعالم الغريب، الادمان الغريب، هالاشياء المخبيه بلبنان. بتفوت لانا اللي هي شخصيتي وبتفوت بهذا العالم وبتشوفي انت الاندر جراوند تبع عالم القمار. جنون غريب، في دارك سايد، في خوت،
بس انه كمان عم نفتح هيك شيء مخبى فرج العالم عنه. هي اول مره لانه تقريبا بيتم يعني التطرق لهالموضوع بلبنان يعني أيه. بموضوع السينما، لانه مثل ما ذكرتي يعني بفكروا اوقات الناس انه بس رجال بيلعبوا بوكر، انما لا سيدات وبيدمنوا كمان أيه. على هالموضوع. يعني انا عملت ريسيرش لاعرف الكاركتر كيف بدي العبها، طلعوا النسوان اكثر بكثير من الرجال، في عندهم ادمان اكثر منهم على اللعب، بيتعلقوا بالاشياء اكثر وممكن يدمروا عقلتهم كمان بهيك شيء. هلا اثنين طبيعي اكيد اثنيناتهم بالنسبه لي ما بفهمها، يعني كيف انه وحده انه كيف واحد انه انا هي لعبه القمار كثير بكرهها لانه بحسها بتستفزه للواحد ويعني بلا عاده وبتعصره للاخر وبتدمر له حياته، بس لاني لعبت هاي الشخصيه بعدني لهلا ما بفهم ليه الادمان، بس اكتشفت انه هو ادمان. تانيا سيكياس هي اللي كتبت الفيلم واستوحته كمان من قصص حقيقيه لسيدات عاشوا هيك تجارب. انا بقول لكم في اشياء بالفيلم مش مارقه بالسينما اللبنانيه حيعمل شوك شوي. ومين كمان كانوا الممثلين اللي معك؟ جابرييل يمين وكان معنا الكساندرا قهوجي اللي كانت هلا بفيلم كثير كبير، ومعنا ادمو حداد وحسان مراد كمان. حسان مراد نعم. جروب يعني كمان من الشباب والصبايا جديد، وكمان الفريق التصوير كان كتير مهم، يعني وفريق الاعداد والعمل أيه كان اللي اشتغل أيه عليه طاقم العمل كان فعلا كتير بروفيشنال. ناطرينه ان شاء الله بنهايه العام اذا وكان في طارق تميم لانه لاعب دور رح ينحكى كثير عنه. صحيح هذا أيه. الشيء اللي كثير كمان قريته انه هيك طارق عامل دور شوكينج يعني أيه للناس. شوكينج كثير، كلنا ناطرينه ان شاء الله. كده عم حس انه كيف عم بيمثله. هو ناتس هلا بعده باللغه الانجليزيه لانه نات هاند هي وحده من التعابير اللي بتستعمل بلعبه القمار. مزبوط. ايه وبقى بعد مش معروف ما فينا نحكي عنها، لا كمان بتصدم شوي. خليها مخبايه. دراما ناطرتك كمان ان شاء الله بمصر. عندي هلا عم ديت كونترا مع المصاروي نزل على مصر صور لرمضان مسلسل مع احمد مدحت اسمه شهاده ميلاد، وان شاء الله خير يعني انا بحبها لمصر اكيد صحيح بتسلى كثير فيها مصر ام الدنيا يعني هي. اكيد وبالنهايه هي كمان رائده بعالم الدراما والسينما والى جانبك طارق كمان لطفي الممثل المصري المعروف. بالحديث عن السينما والدراما المصريه والعربيه ايضا، للاسف امبارح فاجانا خبر رحيل الممثل الكبير ممدوح عبد العليم، هالممثل اللي عشنا معه يعني هيك كلنا سنوات طفولتنا ليالي الحلمية. مع ليالي الحلميه صحيح وكمان عمل كان هو برامج للاطفال مع بدايته كمان هالممثل الكبير. يعني انا تفاجأت 59 سنه بازمه قلبيه امبارح رحل على اثرى، وهذا الشيء فعلا هيك زعلنا لانه بتشوفي انه في طاقات كبيره عم بتروح من العالم الدرامي والسينمائي بالعالم العربي ايضا. ممدوح عبد العليم كمان من بعد ما مثل عدد كثير كبير من الافلام اللي مثل العذراء وشعر الابيض، كتيبه الاعدام، الخرافيش وغيرها، رجع يعني مؤخرا كثير للدراما المصريه وعمل السيده الاولى الى جانب غاده عبد الرازق. هيدا الشيء بخليك كمان تحسي انه بعد غياب رجع لك وفجاه رجع رحل كمان مع انه كان عنده ممكن يعطي بعد كثير اكثر بهالاعمال الفنيه. اكيد خساره كبيره لهالعالم اكيد اكيد بقاء لله يعني. وان شاء الله يا رب اكيد كل اعمالك يا دارين ان كان هلا ناطرين نحن ان شاء الله بالربيع بالحلال ان شاء الله بعد المهرجانات من بعد المهرجانات بنرجع بنشوفه بيرجع لنا ان شاء الله. كمان شباب يلا عقبالكم بس نرجع بنحكي فيه بحلقه ثانيه بلكي وخاصه وانه يلا عقبالكم كمان الجزء النسائي كان اللي عملته وقتها نبال عرقجي وكان بطولتك وبطوله مجموعه كبيره من الناس والاخراج لإلي خليفه، انا اللي كثير كنت سعيده فيه انه سجل ارقام عاليه على شباك التذاكر بسنه 2015 وهذا الشيء فعلا مفتخر فيه. وبنقول لها نيبال يلا جود لك للجزء الثاني مع الشباب واللي ان شاء الله رح يكون فيها مشاركه كبيره كمان هالمره نحن الضيوف النسوان والشباب هي قصتهم الاساسيه. هاي طيب فش خلقهم حلو معلش بيتنعلوا ليه نحن ما بيحكوا عنا بعدين في ضغط اجتماعي على الرجال يعني الشباب يلا عقبالك كمان هن بيعيشوها يعني مزبوط ايه كثير بيعيشوها صح كلهم قالوا عني ما بدي شيء بقى بس اكثر من نحن من اول ما تبلشي بتقولي مرحبا انت وصغيره لقبل عمه لمدرمين نجاره نحن فاذا ناطرينك بكل اعمالك دارين وكل التوفيق ان شاء الله لإلك واكيد بيكون عندنا لقاءات كمان لاحقه باعمال جديده ان شاء الله. شكرا لإلك واهلا وسهلا فيك. شكرا غاده. اهلا انا بشوف وسهلا. المشاهدين بكره ان شاء الله بعالم الصباح. اهلا وسهلا رح احضرك بكره. ميرسي لإلك غاده. رح نتوقف نحن وكل اللي عم بيتابعونا اليوم للحظات قليله وبنرجع من تاني.